النقاز. افندم النقاز. ايوه بقى يعني تاني احنا بتوع رياضه، انا لا افقه في قانون شيء. احنا بالنسبه للقضيه بتاعت كابتن حمدي النقاز زول، عندنا مستشارين قانونيين من مصر سواء داخل النادي او خارج النادي، وهم دول اللي اخذنا رايهم. وكان عندنا في القضيه بتاعت الكابتن حمدي النقاز دي ان هو محكوم له بمليون و300، وفي زي ابيل او استئناف ان يبقى في قرار تاني، يبقى هل في المبلغ ده او اقل منه او ازيد منه او يتلغي خالص. اما سالنا المحامين كان رايهم ان احسن حاجه بالنسبه لنا ان لو كان ساعتها اتحكم بالمليون و300 او ب900,000 دولار، النادي ما فيهوش هذه الاموال، فكان احسن حاجه حاولوا يا جماعه انكم توصلوا معاه للاتفاق. احنا برضو ده في الاخر اللي لقيناه من وجهة نظرنا، ان احنا لو قدرنا نوصل مع الكابتن حمدي النقاز لاتفاق يبقى كويس جدا. فقلنا الاتفاق ده عشان ما ندفعش حاجة خالص، يبقى احنا ناخده يلعب معانا السنة دي، وبعد كده نقدر هتاخده يلعب السنة ازاي يا فندم وانت عارف ان القيد مقفول؟ لا ما انا عملت ايه بقى؟ ده اللي بقوله بقى. ان انا رحت عامل ايه؟ كابتن حمدي النقاز اخذ مقدم عقده، النادي دفعه تمام، فبقى مبلغ واخذنا منه هذا المبلغ، لان كنا عاملين في حساباتنا وده اللي حصل 600. ان احنا اعرناه للاهلي السعودي، اهلي السعودي، فبالتالي الفلوس اللي دفعناها هنسترد اكتر منها 50,000 دولار. هنسترد منها وعنده العقد بتاعه مكتوب فيه، وفي مذكره يقدر النادي النهارده لو كان حمدي النقاز ما دفعش الاربع شيكات اللي عليه، يقدر النادي يقضيه يمنعه من اللعب وياخد الفلوس. تمام، بس هو ده اللي احنا لقيناه من وجهه نظرنا. على فكره لعيب كويس جدا. انا يعني تاني، ما هو دي امور بقى فنيه برضو احنا ما بنتدخلش فيها، يعني احنا بناخد القرار بناء على المعطيات اللي هي قدامنا. تمام. انما برضو انا برجع واقول انا محتاج اجدد عقود لعيبه كره القدم، بعض منهم اللي هم بيجي عليهم 30/6، ثم برضو في نفس الوقت بعض اللعيبه زي زيزو والوينش، لعيبه كره اليد، لعيبه الباسكت، لعيبه الفولي، كل الناس دي كان لها مستحقات.